شكري وامتناني لكم أيها الأفاضل. ماذا عساي أن أقول ونحن في رحاب الله وفي رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا عساي أن أقول وأنا أشرف خادما لكم بحديث عله يطيب لكم؟ الحاضرون الأكارم، واسمحوا لي أن أصوب، لا تقولوا الحضور، فالحضور مصدر، إنما هم الحاضرون. طبتم وطاب صباحكم، لغتي عربيتي، قرآني أعلاها، كلمتي هويتي، الأحمد أرساها، هويتي عربيتي وإمامي أبهاها. وإنا لأمراء الكلام، وفينا تنشبت عروقه، وعلينا تهدلت غصونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فيوض أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقبل أن أدخل إلى إيجاز واف لا يخل في الوقت، في موجز البحث أدعوكم إلى التأمل في إضاءتين من رحاب أمير المؤمنين. أما الأولى فهي باء الكفاية، وكفى به، لم ترد في القرآن الكريم قط إلا والكفاية بالله تعالى وحده. وكفى بالله عليما، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وكيلا. ووردت في موضع واحد، وقد امتخر أمير المؤمنين علي عليه السلام ليكون صنوا للكفاية بالله تعالى فيما لم يشركه فيه أحد قط، في ختام سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل وقل أينما وردت في القرآن واللغة فإنما يراد بها الإسراع. قل كفى، اردع، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. والكفاية بالله قد سبقت في القرآن كله أنها تقف عند رحاب الذات الإلهية وكفى. أما هنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الإضاءة الأولى. الإضاءة الأخرى كلنا نمر عليها، فلنطرق بابها من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لنتدبر، لنتأمل، لا تقفوا عند حدود مفسر. وما يقوله القائل ليس القول الفصل، إنما هي قراءة علها تكون نافعة. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل، وأتممت عليكم نعمتي، أتمم، ورضيت لكم الإسلام دينا. الرضا، رضي. من اليسير أن يذهب المفسر أن يقول الإتمام هو الإكمال، والإكمال هو الإتمام، وكفى. لو طالعنا كمال في القرآن الكريم لوجدناه يدل بتقلباته على ما هو معدود، حولين كاملين، ولتكملوا العدة تلك عشرة كاملة. أينما يرد كمل اكتمل كامل، إنما يكون دلالة على عدد.
فكان الدين شاغرا وتم بعدد، والعدد لم يأتي من بنات فكر شخصي، إنما جاء بأمر إلهي: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تضع هذا العدد في محله لم يكن للرسالة ذكر. من هذا الإكمال بالعدد لهذا الشاغر تحقق الإتمام، والإتمام هو الملء بالكمال، والإتمام لما هو حدث ومعنى ليس بعدد قط، كما أن الإكمال ليس لحدث أو معنى قط. وأتم الصيام، الصيام حدث شاهد واحد وكفى. بهذا تحقق الرضا بالإسلام. فأي رفعة نرجو أبهى من هذه الرفعة؟ أن يكون المستكفى به شهيدا على الرسالة أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وأن يكون الكمال للدين بعلي عليه السلام. فلا رضا بالإسلام ولا تمام للنعمة إلا بكمال هذا العدد، والله أعلم. فضاءات التربية الأدبية والثقافية من تآلف الأضداد اللغوية لو قد في كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام، سبع دقائق هي ما تبقى. في العام 2000 و2001 شرعت أكتب رسالتي في جامعة بابل في نهج البلاغة، وهي من أوائل الرسائل التي تكتب في رحاب نهج البلاغة في ذاك الصراع الفكري القاهر، وتمت وبانمياز. وكان منها ما جزعت وفشلت أول الأمر في فهمه، فقد أطبق النحويون على أن فعل الشرط لا يسبق بقد مطلقا، لأن قد حرف يفيد التحقيق، ولو حرف يفيد التعليق، لو يدل على الامتناع، وقد يدل على الوقوع. فكيف استعمل الإمام علي عليه السلام لو قد؟ كيف أفهمها؟ من شروط الشرط وجملة الشرط في العربية أن لا يقترن فعل الشرط بقد. وهذه القراءة قراءة نحوية لغوية ناقصة، لأن رواد التوثيق اللغوي لم يطلعوا على فكر الأئمة عليهم السلام ولم يوثقوا عنه، بل هرعوا إلى رحاب الشعر العربي، ولا عيب، ولكن ترك هذا الثراء كان هو العيب. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ولو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء، والله لو قد عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم لجزعتم وفشلتم ووهلتم، والله لو قد حم لي لقاؤه. لآخذ حديثا واحدا منها كي لا أطيل ولا أخذ وقتا آخر ليس لي: لو جئتني أكرمتك، فالإكرام لا يقع إلا بوقوع المجيء. لو قد جئتني لا تصح. لما؟ لأن لو فيه نفي ويدل على عدم تحقق ما بعده، وقد يتحقق. لو قد استوت قدماي
يؤدبنا أمير المؤمنين علي عليه السلام وقد أدب قومه آنذاك بأنه قادر على أن يصحح المسارات الخاطئة، وعلى أنه يمتلك زمام هذا التصويب والتصحيح، لكن مانعا من أمر الناس قد منعه. يتجلى هذا المنع بلو، لأنها تعني النفي الضمنية، وهو يوثق أنه قادر على هذا التحقيق بقد. فهذان الضدان وإن تعارضا قد تشابكا في هذه المقولة. واستواء القدمين يعني ثبات صاحبهما واستقامته وقوته على إجراء ما يريد. استواء القدمين بلا اعوجاج، بلا انحياز، بلا عدول، أي أنه صاحب القرار وصاحب التأثير وصاحب التقويم وصاحب التصويب. من هذه المداحض أي أنه كان يري الأمة أنك في ضلال وفي مزالقة وفي انحدار، ولكنه قال المداحض ليشير إلى أنه قادر على أنه يستطيع أن يدحضها وأن يرفضها وأن يزيحها. وهذا كله قد آتت بفضاءاته قد. فإن تربيتم على عصيان بانزياح نحو ظالم أو قول ظالم فهلم إلي، بيدي أن أستوي وأن تستووا معي. التحقيق والقدرة والمكنة على هذا الاستواء واضحة ممكنة لي، فهلم إلي. هذا التحقيق وهذا التوثيق كله قد عطلته لو، فصرح إمامنا بأن الأمر بيده لكنه محجوب عنه، وبأن الأمر متمكن منه لكن الامتناع حاضر معه. لو منعتني قد مكنتني، لو من الحاكم والنفس الجائرة قد من الله. أكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم، ولو طاب الحديث بالوقت لاتسع المقال، ولكننا نقرأ. الالتزام بالوقت أمر لا بد منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.